بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير والرحمة على الجميع يا رب. عندي كبة مع البرغل، كبة مع البرغل هذا الكبير، هاي 3-4 مرات احد يسألني يقول لي ايش يعني اسوي وانكسر، اريد اسوي قدام عيني حتى اعرف. عندي كوب برغل ناعم، هذا ناعم رقم 1، قد ما ناعم يروح له ماي دافي، ما حار دافي، كان الجو عندنا حيل بارد. هذا خليه يتنقع لي ما اشرب هذا الماي كله ينشف واشوفكم هو. والحشو عندي سوري، الحشو عندي بصل ولحم مثروم، فلفل اسود، ملح، شويه كاري، لا تخليهم بيه كثير بهارات. راح امشيها خطوه خطوه حتى تشوفيها، ما اعرف ليش حيتكسر. هذا البصل، الكبة، الكبة نهائيا اي نوع كبة نهائيا لا تحطون دهن، اي نوع دهن لا تستعملون نهائيا، لخص الكبة مع البرغل ما تاخذ اسمه دهن. شوية راح اخلي بيه ملح حسب الرغبة، شوية فلفل اسود، راح اسوي كبة بس وحدة لان هاي 5 مرات عطت بيها تقولي كل ما اسوي تكسر، على مود هذا سويت بس وحدة حتى اشوفكم هو. نسيت يكون البرغل لازم تغسليه بماي حار الا افرد شي. هذا الحشو راح اسويه واخليه يبرد واشوفكم هو ان شاء الله. بسم الله، شوفي الجريش اللي ما نشف الماي ماله بفرد مره، ما خليت عن ماي كثير بس الماي دافي لان الجو حيل بارد. ملح، مشيتها خطوه بخطوه ان شاء الله. الماي من هسه انا خليته يفور. طحين، وما نحط طحين بس انا سويته حسب الرغبه اسمه مالك طلبتيها. طحين ما كثير، معلقة واحدة كلش كفاية لأن هو ما يشيل الطحين. شوفي راح أعجن على كيفي، راح اسمه أعجن وأخليه شوي يرتاح وأشوفك هو إن شاء الله. إن شاء الله المرة تضبط معك يا رب. أنا خليت الماي عيفور زين واللي اسمه هيانا، شوفوا حتى صاير يعني ماي كثير. لأن هاي الكبة مع الموصلة اللي أسويها طبعا، الكبة هاي الكبيرة هذي مثل ما اسمه مع الخبز، إن شاء الله يبين. سويت 2، خليهم شوية يرتاحوا. هذا شوية برغل نفس ما اللي نقعته، افتح المشتغل فيه. شوفوا ايش صار الماي عيفور اكثر من نص ساعة. راح اسوي واحدة لان هذه لازم تصير 2. راح اخليها يرتاح برد 5 دقائق، اخليها ترتاح وارجع لكم. شو مرتاح، بسم الله. هذا الماي عيفور مالي، طبعا الكيس لازم تغسله زين لان هسه على الكورونا ما شاء الله، والباحة جاني مكدوس هدية. اشكر صني، اشكر ما تفتح وقتنا.
أنا ما أقدر أشتغل لي كثير لأن عندي هذا أصبعي مكسور. هذا الساعة موسم تكبها. هذا البرغل رقم واحد. هو أنا والله أعرف ما يختلف البرغل من بلد لبلد. أكو بس البراون ال وأكو هذا البراون يعني القهواي. وش قد تحت ربيك. بسم الله. وشان صار خفيف. بس كل ما تشتغلون لا تنسون الماي. لا تخافوا ما يتكسر ان شاء الله المره تسويها وما يروح معك ان شاء الله المره تضبط يا رب. بس ما يدافي لا تنسين وما يحتاج تغسلي. شوف شوف طبعا اذا تقدرين تفتحي بالايد اطيب لان انا عندي اصبعي مكسور ما اقدر. الدهن انتي بكيفش عاد. انا خليت بيه شوية فلفل احمر حيل حار. هذا هاي الكبة مع الموصل. هاي طبعا هاي ثلاث مرات يمكن انزلها والله ما اعرف مرتين. نهائيا لا تخافين ما راح يتكسر. هذا الثاني لازم يا الله. بس الماي لا تنسي لازم يفور كلش زين. انا خليت يمكن اكثر من ساعة عيفور. بس خليت يعني بشوية ملح. انت الملح حسب الرغبة اذا تحبوا مالح كثير. واو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شلون طلع؟ راح اسمع الجبتين. شوف راح اخلي شويه ماي. حتى الاسم والكافيات مالها لا تصير طحينه. هاي تقدر نسوي منها كمية كبيرة إن شاء الله تنجح. تخليها على المجمدة على الفريزة. طبعا ايش ما تشتغلين بيها تنفتحيات. خلصتوا. شوفوا شلون طلع. هاي القبة مع الموسخ إن شاء الله تبين الكبر ماله. هاي بين الكبر أكثر من هذا إذا تريديها مسوية. راح اشيل واخليه ماي ماي حيل عالفور. بسم الله. شوف
شوية الماء فاتحة، أخلي بيه شوية عجين حتى تكون تتفق وياه. ان شاء الله من فوفره واحده واطلعها اشوفكم. هو خليته 10 دقائق بالماي، الماي حيل حيل كان فاير. هو طبعا يروح مع الطرشي، هذا الطرشي مع المطلعات. ان شاء الله تجربوها ويعجبكم بالف عافيه. ان شاء الله هالمره ما تنكسر.